بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 4 ماث سكند تير يونت 2 ليسون 1. هنكمل حل الاكسرسايز. الاكسرسايز ده على حاجة اسمها line in draw line in each of the following figure. نعم يا مصطفى. ممكن حضرتك تبعت لي الكتاب عشان البي دي اف عشان اطبعه؟ حاضر، وانا يا ابعتهولك على مستر طول. حاضر، ابعتهولكم على الجروب بتاع الواجبات. ماشي. تمام. ماشي. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ انا رافض، معلش اتاخرت. ازيك يا رب، ولا يهمك، غبت امبارح يا رب. ماشي يا رب. معلش، بس شكرا ان انت بعت لي الفيديو. انت عارف انا الحصة من غيرك ما بتبقاش حلوة، فقلت ابعت لك ماشي. شكرا. كملي معانا بقى. شكرا لك يا جماعة. Draw line in each of the following figures to get two congruent figures. يعني ايه congruent؟ congruent يا قلناها امبارح اللي هو اتنين شبه بعض بالظبط، نفس السايد ونفس الانجل ونفس كل حاجة. ايه يعني البوسيبل؟ دي لو زودنا لها خط، دي لو زودنا لها خط كان هتكون زي دي، هو بس بيقول لي عايزك هتكون ترسم أحسن لاين شوية. بقى، اللاين ده يقسم الشكل نصين يكونوا كونجرنت شبه بعض بالظبط. فجيه هنا وقام قسمه كده من النص، لقى ان لو قسمته من النص هنا كده قسمه للشكل اللي على اليمين هو هو الشكل اللي على الشمال بالظبط ولا لأ؟ صح، لو طبقتهم كده على بعض، ده على ده كده هيركبوا على بعض البعض. زي مثلا ايدي، لو طبقت ايدي على بعض كله هتكون ايوه زي بعضها. صح، كل واحد ينطبق على التاني. ممكن برضو كنت اقسمه من هنا، لو كنت قسمته من هنا ينفع برضو اللي فوق يبقى زي اللي تحت بالظبط؟ ينفع. ينفع. ماشي. ماشي. طيب تعال نشوف بقى ايه. هنبتدي بالترتيب زي ما احنا وحتى دي لو متعودين. قسمتها كده برضو هتكون دي يا قد دي. مستر، هو ليه يا مستر حضرتك بتعمل تسميم قبلي؟ مش الاس قبل التي؟ المفروض. امال هو البتاع بيرتبها كده؟ دي ماشي، بسلمى الاول بعدين تسميه. طيب دلوقتي هنبتدي ايه بالترتيب. الاول حنين، بعدين حمزة، بعدين بعدين مصطفى، بعدين رهف، رهف، بعدين تسنيم، بعدين سلمى، بعدين زياد. صح يا سلمى؟ برضه عمل تسنيم. ماشي، يبقى سلمى قبل تسنيم. يلا يا حنين، الشكل اللي فوق ده عايز اقسمه لاين، ارسم لاين يقسمه لشكلين متطابقين بالظبط يا حنين. حنين طلعت. لا يا مستر، انا حليته. برافو عليك، ممتاز. كنت ممكن اقسمه كده صح. يلا يا حمزة اللي بعد. حمزة رسم. مين اللي بيرسم بإيده ده؟ ماشي، ممتاز يا ارسموا يا حمزة. جماعة بالخطوط المستقيمة دي. طيب مصطفى سي. يا مستر ثانية بس، عشان في التليفون مفيش خطوط مستقيمة، طيب ماشي، حاول على قد ما يقدر. طيب درش. فلما يجي في دوري بعمل بالارو ماشي سي درش. عادي. هاتي مسطرة. مسطرة. مسطرة وسطري وانتي تكتبي، يعني حطي المسطرة كده بدل ما تحطيها على الشكل اللي هو، بدل ما تحطي دي المسطرة بتاعتك كده يا رهف. حطيها ماشي بقى ايه. دي بتاعتك، يلا حطي مسطرة واعملي اللي انت يا عايزاه يعني. مستر بس انا هو انا دوري كام؟ انت الأولى. يلا يا مصطفى. سي يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى. ده انا مصطفى مستر، ينفع حل الاتش؟ غلط يا مصطفى. دي رهف ازاي ودي سلمى ودي يا تسنيم مستر؟ بس انا بتاعتي صعبة مو ودي زياد.
ينفع تخليني اخد انا ال H؟ حنين اتش. إيه ما ينفعش يا مصطفى اقسم الشكل دوت، الشكل ده ما ينفعش اقسمه لانه قال لي اس بوسيبل. لو انا كمان شكلي برضو ما ينفعش اقسم. برافو عليك. وشكل رهب كمان ما ينفعش. سلمى ما شاء الله عليك، صح يا ماما ما عملوش حاجه. طيب تسنيم صح يا سلمى، انا حليته. حنين صح. مستر ممكن تمسح الدايره دي؟ شكرا. شكرا الله يجمعك. تسنيم وزياد لسه ما عملوش. ينفع سلمى؟ ما بعرفش اكتب بالقلم. سوري. ماشي، طب قول لي كم خط ممكن ارسمه للسيركل دي تقسم؟ وان. اقسمه ما بين عينه كده. يا رب. ماشي. طب ما انا اقدر اعمل كده برضو. لا كده يعني الاثنين فوق ومفيش حاجه تحت. انا عايز يكون نصين بالظبط. ما انا ما انت هتقسمه كده يا مستر، عشان لو قسمناه عين هنا وعين هنا وبق هنا وبق هنا. ايوه. لا ما لا ما هو بص، لو انت شلت الخط بتاعك هتنفع، لو ولو انا شلت الخط بتاعي برضه هتنفع. لا كده يبقى هو هيشوف بس والتاني هياكل بس، احنا عايزينه يشوف وياكل في نفس الوقت. ماشي، عشان ممكن ياكل حاجه. كده يا مستر هي كده يا مستر ولا حضرتك بتهزر؟ هي كده بجد ولا حضرتك بتهزر؟ وانهي واحده اللي هي بتاعت زياد؟ بتاعت زياد. هي كده بس يا مستر. ده واخد نص بق وده واخد نص بق، وده واخد عين وده واخد عين. الاثنين كونجرنت ولا لا؟ اللي موجود هنا موجود هنا ولا لا؟ ده معنى الكونجرنت. يا مستر كونجرنت كل واحد ياخد حقه، صح؟ كل واحد ياخد حقه. كل أيوه. يكون اللي على اليمين زي اللي على الشمال. طب لو عملناهم كده يا رهف؟ لا، اللي فوق مش زي اللي تحت، العينين مش زي البق، صح؟ ده هيشوف بس وده ده هياكل بس. ايوه، ممكن ياكل حاجه مش كويسه لانه ما شافهاش. فعلا. ماشي. طيب ممكن يكون راح الحمام وهو مش عايز. خلاص خلاص مش عايزين نوصل للحمام. ده حمزه، مصطفى، رهف، تسنيم، سلمى، زياد، بعدين حنين. ايه ده، هو احنا هنقسمهم؟ وحمزه. عايز خط يقسمهم. وحمزه. أوكي. ومصطفى. خلاص انا قسمته. ما بعرفش اعمل خط مستقيم ليه انا؟ ما فيش مشكله، اعملها زي ما تعمل. ارسم خط واحد بس يا حمزه. عملتها يا مستر. عادي يا سلمى. ولا صح. كلكم لازم يكون خط نازل يا مستر. ينفع نقفل المايكات ونحل؟ يا مستر. مستر سلمى صح. يا مستر ينفع نقفل المايكات ونحل؟ قفلي وحل. يا ريت والله يا مستر، انا حليتها صح. تسنيم ما هو صراحة انتوا قاعدين بتتكلموا ومش عارفة اركز منكم. مستر. نعم نعم. بتاعتي مش هتتقسم. بتاعتك مش هتتقسم يا زياد؟ ايوه. ممتاز يا زياد صح. رهب، الحتة دي كده هل هي موجودة تحت؟ وبتاعتي التانية برضو مش هتتقسم. معلش يا مستر ما لاحظتش الحتة الصغيرة قوي كده. الأولى بتاعتي تتقسم لكن التانية لا. يا جماعة أنا بتاعتي تقريبا برضو ما بتدفع، ما ينفعش تتقسم. بتتفق ما تتقسمش. ما ينفعش بتاعتي أنا ما بتتقسمش. انا بقول لك لا ما بتتقسمش. ما انا بقول فعلا ان هي ما بتتقسمش. وزياد برضه ما بتتقسمش. لا، ومصطفى ومصطفى جابر برضه قال ان هي ما بتتقسمش. حمزه صح. الثانيه بتاعتي بتتقسم. يا جماعه احنا كل بتاع يا مستر رهف دي حاساها وحش، كل ما تاخد واحده تلاقيها ما بتتقسمش. هي وزياد خلاص كله يرسم بقى وهو ساكت.
عادي، ما هو دي بتتقسم. لا دي بتتقسم، بتتعمل كده. لا مش كده، مش كده، معلش معلش معلش، بتتعمل خلاص كده كده ننزل تحت. مستر. بس دي عادي تتقسم، كل لو كل تعمل كده تقدر اللي تتقسم. بتاعت مصطفى، مصطفى مفكر انها ما بتتقسمش. هو مصطفى اسامه اهو. لا ما هو ده انا يا مستر. برافو عليك، هي المفروض تتقسم كده صح، عامله زي ايه الطياره الورق كده. ماشي طيب، دي النقطة. ودي برضو بتتقسم، بتعمل كده. ماشي ننزل بتاعة بقى القلب دي نشوف. انا بتاعة بتتقسم، واخر واحد واخر بتاعة القلب ما ينفعش واخر ثلاثة هما تقسميها، بتاعتي. بتاعة القلب ما ينفعش مستر تقسميها انا كده، لازم هسمع دول وبعتاهم. طيب draw a مستر انا congruent لما figure سمعت اللي انت بعتولي كده for each of لو the سمعت following يا راف، figures. لو بس اسكتي ثانية. ماشي طيب ماشي. طيب، رهف اللي عليها الدور، رهف هترسم ازاي؟ بشوف عايز ارسم الشكل ده، برسمه ازاي يا رهف؟ بجيب البوينت دي احطها هنا وامشي كام خطوة على اليمين، 1 2 3 4 5 6 7، اوكي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا هقف فين؟ هنا 7. ماشي لسه انا بحاول احلها مش عارف يا البوينت دي 1 انا اصلا2 مش 1 2 3 4، يبقى انا كده جبت البوينت الثاني، وامشي برضه 7 قصاد دي، واوصل بقى البوينتس دي ببعض. دي ازاي ارسم congruent figure. ماشي يلا يا سلمى اللي تحتها، ممتازة يا رب. حاضر. صح بس رسمتها معوجة شوية. تسميم، هنا عندنا هنا عندنا 1 2 3 ارسمي على طول، وتسميم اللي تحتها تمام. بسرعة. مستر في مسألتي، مين هو حنين؟ في أيوة مالكيش مسائل تانية يا حنين، روحي افطري بقى. يا حنين استنى جات لي لما فكرة. يخلص. حنين انا جات لي فكرة، تعالي حلي مسألتي انا كده كده حليتها. لا حنين اللي هتصحح لكم، هي المس بتاعتنا النهارده. ماشي مستر، ممكن تفتح حاجتك عشان عايزة اجرب اكتبها انا بنفسي بس بطريقة معينة، افتح حاجتين اللي هي دي الخطوط النقط دي عايزة اجرب مستر سامح حاجة غلط شوية. استني لما انا تخلص، بعرف ارسمها محكمش على الحاجة إلا لما إيه. حتى ال يا مستر انا علامة مش عارفة الصح، احل ايه يا مستر. علامة الصح يا مستر. مستر ينفع تمسح اللي انا عملته بس ده لو سمحت؟ حاضر. يلا لا مستر ممكن بس تمسح علامة الصح، عايزة عايزة اكتبه انا بنفسي يا مستر. اهي يا مستر هما ماشي صح يا سبعة حنين ولا لا؟ واتنين تو هي معوجة. ما انا مش عارفة ارسم بخط يعني لان هي مستقيم. موبايل يا حنين. مستر انا بعرف ارسم. لان هي موبايل بس هي كده صح. ده سكوير كل سايد 6 سكوير، 6 فوق و 6 تحت. يا لهوي انا بدوخ. 1 مستر بس رسمته. برافو عليك. ايوه انا بقى صححت لك. سوري بقى عشان ايه الباشمهندسه بس تسلمت مين اللي التقدير. رسم ده صح؟ مين اللي رسم المربع ده؟ انا بعرف ارسم رسمته. ايه غلط ده، ده برافو عليك حنين. يا حنين. اللي رسم ده ايه ده بس، حنين بس ده ده اكبر، ده اكبر البتاع ده اكبر. يا مستر انا مش عارف ارسم يا مستر ولا نقطه مظبوطه حتى. انا ماشي، بعرف ارسم. لو الكتاب قدامك تعرفي ترسمي؟ ماشي انا بعتهولكم على الجروب خلاص. هتعرفوا ايه على ترسموا صح دي؟ يا مستر، بس انا هحلها في الكتاب نفسه اللي معايا وبعدين هوريها، افتح الكاميرا واوريها. طيب ماشي، تعالوا يا بقى مستر لو نكمل حضرتك دول. فين المسألة هي دي بتاعتك؟ بقى اللي مرسومة يدوي. ده زياد، حنين،
حمزة، مصطفى، رهف، طيب انا هعمل ايه هنا بقى؟ تسنيم، سلمى، زياد. هو بيقول لي ام ان ايكوال مين، فين ام ان اهو، مين اللي قصاده؟ مستر انا حليت بتاعتي ال زد، قصدي واي زد. ماشي اللي يعني يحل مستر هو خلاص. عايز مني هنا ايه؟ انا ما فهمتش، هو عايز نفس اللي انت عملته في الحصه اللي فاتت ام ان اه كده؟ ام ان يا دي لهوي، ام ان بتساوي تي زد. طب انا ما سالتش. ثواني بقى، اللي عليه الدور هو اللي يتكلم. ماشي قول يا زياد، مستر ام يعني ان انا ما ايكوال مين؟ سالتي ام ان ايه ده مستر؟ زي مسألة سلمى وقصدي رهف وسلمى وتسنيم وزياد صعبين. كده رجعنا للسوق تاني. ماشي كله قافل مايك ما عدا زياد. انا ما وانا برضه اتكلمتش، مش قافل مايك، انا قافل مايك. كله مستر قافل ينفع اوريك مايك ما الرسمه عدا بتاعت زياد. المسألة المساله اللي قبل دي؟ ماشي ورانا على الكم. قول يا زياد، ام ان ايكوال ايه؟ equal تي زد. سي زد ولا تي زد؟ يزد تي زد. ممتاز، مستر. برافو عليك، صح، ممتاز يا تسنيم، صح. حنين، ان او واي زد، لا زد واي حنين. بس انا ما بعرفش افرق بينهم. ما هو الاو تحت اهي والان فوق، يبقى اللي فوق الاول مستر واي انا حليتها. زد واي. طب يا مس حمزة، عكستها. او بي، ثانية واحدة حنين، او بي واي اكس، صح حمزة، صح. مصطفى اللي دايما مأخرنا، اكتب بسرعة مصطفى. طيب محدش حل تاني؟ فين الحل بتاع مستر سلمى انا مش عارفه الحل بتاعتي يا مستر، انا مش فاهمه العلامه ازاي الاكبر مستر مني. مستر انا حليت. انا رهف، انا مش فاهمه بتاعتي ازاي ماشي، ام وام ازاي دي. ام دي معناها ايه؟ ميجرمنت، ميجرمنت يعني يعني قياس، والعلامة دي معناها ايه؟ انجل، ميجرمنت انجل ام. مين اللي قصاد الميجرمنت انجل ام؟ ام دي مين اللي قصادها الناحية التانية؟ بي. مستر انا حليت مسألتي بس بطريقة يعني انا الاقوى. هنا بقى هكتب ام بي. مين اللي قصاد معلش مش الام؟ هعرف اكتب. الام تي، صح، برافو عليك. اكتب ام اللي هو ميجرمنت اوف انجل تي، برافو عليك يا رهف، صح. ايوه بس انا قلت بي بي اللي هو تي، الحرف ده. لا انا ام زياد. دي الناحية التانية قصادها تي. انا زياد يا مستر، عرفت بتاعتي الاخير قول. اكس. ممتاز زياد، صح. وسلمى، سلمى ممتازة، صح. يا مستر مستر انا ما تسنيم، بعرفش احل المسائل زي دي. تسنيم مستر برافو، صح. مسألة اتش مش عارفة احلها هي وجي. مستر انا بتاعتي صح يا مستر؟ تسنيم صح، ممتاز، كلكم صح. يا مستر يعني لو جالي بيقولي ام بتساوي مين اقوله بي؟ اي واحدة دي يا حنين بتاعتك؟ اي واحدة هي يا مستر. هي دي؟ اه انت اللي عليك الدور. انجل ام مين اللي قصادها الناحية التانية زيها بالظبط؟ دي معناها ايه يا رهف؟ بي بي العلامة دي معناها كونجرنت. ماشي يا رهف، كونجرنت يعني يعني زيها بي يا بالظبط. مستر يعني بي اه ايه. ثاني ام هقولها لك دلوقتي، دي ب 100. ماشي ايوه بصوا هقول لكم على طريقة حل دي، بس طريقة سهلة. كله يقفل المايك. يا مستر سؤال اللي هو السؤال دي بتاعي مش عارفة أحله. أنا كتبته أنا كنت كاتبه في الأول إكس تي، لكن أنا مش عارفة طلعت غلط ولا أنا مش عارف. طب كله قافل المايك، هقول لكم على طريقة سهلة. ماشي كله قافل المايك، معلش يا مستر رسمت من غير قصدي. كله قافل المايك. أوكي بص يا رهف، عشان احنا حلينا بالطريقة دي امبارح، احنا قلنا ترينجل ال ام ان كونجرنت مع ترينجل سي بي اي، بعمل ايه؟ بكتب 1 2 3 والناحية التانية اكتب ايه؟
1 1 2 3 2 3 هو بيقول لي انجل ام ايكوال انجل ايه؟ ماليش دعوه، ما ببصش للشكل قوي، بركز فين؟ هو ام ده رقم كام؟ ايكوال يا مس رقم 2. طب مين اللي رقم 2 الناحيه الثانيه؟ اهو البي صح؟ السي دي 1 والبي 2 والاي 3، يبقى ام ايكوال بي. يعني انا يا مستر قلت صح؟ ام ايكوال انجل بي. مستر مش انا بتاعتي هتبقى جي؟ يعني طب لا ممكن انا اسال سؤال؟ هسال كده مش بالدور. معناها اللي هو دي علامه انجل. يا مستر عايزين نمشي بالدور عشان كل واحد ياخد المسائل بتاعته. طيب يا ماشي، اللي انا حليتها دي بتاعت حنين. حمزه ميجرمنت اوف انجل ايه يا حمزه؟ يا مستر بس انا ما لحقتش ما حليتهاش. طب شوفي لو حد فيهم غلط قولي لي يا حنين. حمزه انجل طيب. ايه ايكوال انجل مين؟ حنين انت المدرسه. ممتاز. حمزه قال اي دي رقم 3 فاللي قصادها 3 الناحيه الثانيه ان. مصطفى انجل سي ايكوال انجل ايه؟ بسرعه مصطفى يا اللي مأخرنا. السي جنبها ان ال دي 3 دي 1 ودي هنا 1 يبقى انجل ال. مستر بتاع الرقم بي غلط. رهب مستر ينفع اعمل جي؟ مستر رقم بي غلط. رقم دي لسه هنشوفها. بي مستر ينفع اعمل جي؟ لا هو المفروض رهب بعدين رقم بي يا سلمى مستر غلط بعدين تسنيم بعدين زياد بعدين حنين. ماشي ايه خدت الاتش بتاعي تاني. يلا يا رهف ال ام ال ام دي يا مستر بس في حد حالل بي غلط. بي ام بي هو قال اي دي رقم 3 يبقى قصادها ان اللي هي رقم 3 برضه فهي صح. ثانيه يلا يا رهف ال ام ال ام ال ام مين ده بتضرب مين يا مصطفى؟ قولي يا رهف. انا كتبتها بتاعتي ال ام. ال ام دي اللي هي 1 2 يا رهف صح؟ فين 1 2 الناحية التانية؟ اهي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سي بي. هتحلها صح؟ سي بي. سي بي؟ لا يبقى انا ما فهمتش الدرس. ليه بقى؟ مش احنا قلنا ال ام في التراينجل ده اللي هو ال ام، احنا قلنا رقم كام ال ام؟ 1 و2 1 و2. مستر دي ال ام هي دي ال ام. ال ام دي اللي هي 1 و2 صح؟ ايه كونجرنت مع مين؟ يعني مين اللي قصادها الناحيه الثانيه برضه 1 و2؟ ال 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 ام. ايه ده؟ بصي في الشكلين دول يا رهف. الشكلين دول فيهم 1 و2 اللي هو ال ام 1 2 ال ام 1 2. بروح على الشكل الثاني. ماشي؟ اروح على الشكل الثاني. مستر انا حليت مسألة اي سي اي سي. لا اي دي رقم 3 انا عايز 1 و2 زي دي 1 و2 لازم دي زيها 1 و2. فهمت يا مستر فهمت. اللي هي دي سي بي. ماشي بقول عليها سي بي. بي ليه بقى؟ ليه بدأت من هنا يا مستر؟ لا لأن أنا ما ببصش هنا يا رهف، أنا ببص فين؟ فوق. أنا مرتبهم مرقمهم فوق. لا ما ببصش هنا دلوقتي. ببص هنا لو هو عايزها كام؟ هو بيحطها هنا لو هو عايز الشكل ده كام سنتيمتر، الأنجل كام زي تحت. لكن فوق بعرف هو مين إيكوال مين، مين قصاد مين. فبقول 1 2 3 وده 1 2 3. هو قال لي ال ام 1 2 يبقى برضه اللي قصادها 1 2 اللي هي مين؟ سي بي. خلاص؟ خلاص سلمى يعني هي سي بي. سلمى قالت ام ان ام ان 2 3 يبقى ايكوال 2 3 الناحيه الثانيه. مين 2 3 الناحيه الثانيه؟ بي اي. بي اي بي اي. برافو عليك يا سلمى. طب تسنيم ال ان
ال ان ال ان ال ان اللي هي كام؟ 1 3 ال ان، يبقى اروح برضو الناحية التانية ايه؟ 1 3 1 3 1 3. انت عاملاها 3 1 يا تسنيم. ايوه صح كده، 1 3 يعني سي اي، لازم كل واحدة قصاد التانية بالظبط. لو رقمنا هنا مظبوط يبقى مثلا ان شاء الله هتطلع سهلة. برافو عليك يا تسنيم. زيزو ميجرمنت اوف انجل بي بكام؟ 100. ليه بقى ب 100؟ لان انجل ام ايكوال انجل بي. ممتاز، عشان ده 1 2 3 وده 1 2 3 ده 2 عشان دول كونجرام. ماشي برافو عليك، يبقى ام هي هي بي، يبقى ده 100. مثلا حد طيب حنين بيقول لي بي سي بي سي بي سي 2 1 2 1 يعني ام ايه؟ ام ال يا حنين 2 1 يبقى ام ال. ماشي باخد كل واحدة واللي قصادها. هو عايزها كام سنتيمتر يا حنين؟ فين ام ال؟ انا مش ناقص الا تشوف. هو عايزها كام سنتيمتر يا حنين؟ مش عايز يقول كونجرنت. دي كونجرنت، اقول له كونجرنت مع ايه؟ مع ام ال او مش عارف ايه، لكن كام سنتيمتر؟ بي سي ايكوال ام ال. ام ال ام ال بكام سنتيمتر؟ فين ام ال هنا؟ ام ال 100 ام ال سايد، دي انجل ام، لكن ام ال يعني من الام لحد 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. برافو عليك صح. طيب ننزل للي تحت ونمشي بنفس الطريقه يا حمزه. هنرقم بقى 1 2 3 ونرقم برضو الثانيه 1 2 3. حمزه قال ان انجل ام دي رقم كام؟ رقم 2. مين اللي قصادها الناحيه الثانيه يا رهف؟ بي، فقام كاتب بي. طيب مصطفى انجل ان، انجل ان مستر، انجل ان هي البي بتاعت البي، البي الاولى عامله زي 30. ماشي انجل ان ايكوال كام؟ لا يا مستر مصطفى 1 حمزة مثلا حلها غلط لأنه هو عايز يعني كام درجة. ماشي دي اللي هيقولها بعد كده يا زياد، يعني الأول هقول لكم إيكوال أنجل إيه بعدين نقول كام درجة. ماشي طيب يلا يا مصطفى. أنجل إن، أنجل إن مين اللي قصادها الناحية التانية؟ إيه لا إزاي يا مصطفى؟ إن هنا رقم كام يا مصطفى؟ يا مستر يا رقم كام؟ ثواني يا حنين، دي رقم كام؟ سي بي. ال 3. مين اللي قصادها الناحيه الثانيه 3؟ سي سي، يعني دي ميجرمنت اوف انجل سي صح؟ رهف انت بقى تقولي لي دي لوحدك، ما حدش يتكلم بقى الا رهف. ماشي انجل ال، انجل ال مالكش دعوة بالشكل. اوكي يعني ال، لا بصي هنا شوفي ال ال رقم كام ومين اللي قصادها الناحية التانية. عرفت اللي قصادها رقم ايه. ممتازة برافو عليك يا سراح صح. ال دي 1 يبقى اللي قصادها 1 اللي هو الايه. ماشي طيب سلمى بقى هتقول لي هي انجل بي اللي احنا جبناها فوق دي كام درجه؟ تقدري تقولي لي؟ وتسنيم تقول لي وزياد يقول لي. سلمى مستر انجل، انجل بي اللي انجل بي اللي هي 50. هي انجل ام بكام؟ 50 ليه بقى؟ لان دي بي اهي، عشان 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 هي هي بي هي عليها 50 وبرده الام نفس المكان، يعني يعني البي والام كونجر طلع لي 50 ديجري. طيب انجل ان يا تسنيم، انجل ان هنا مش موجوده، فشفتها هي ايكوال مين الناحيه الثانيه؟ لا ايكوال سي، يعني تبقى كده ان ايكوال ايه ولا ايكوال سي؟ لا ايكوال سي. ماشي السي بكام بقى؟ السي ب 3. ايه
سين او فريدي. سي سي اي انجل سي اي جيب كام؟ 70. زياد 50. كم؟ 50. انجل ال اللي هي قلنا قصادها مين؟ انجل ايه؟ انجل ايه دي بكام يا زياد؟ ثانية واحدة بس يا مستر. ماشي يا حبيبي. 60. كله ياخد باله بقى، انجل ايه دي هو مش مديها لي، لكن زياد هيجيبها ان شاء الله. 60 يا مستر. لأن لما 60، لأن لما أجمع 70 بلس 50 هتديني 120. ومجموع زوايا المثلث تريانجل 180 يبقى 60. كله فهم زياد جابها ازاي؟ اه ماشي، اللي ما فهمش يقول. ماشي كله فاهم كده ما شاء الله عليك، كلكم كويسين. احسن حصة عندي بتبقى بتاع الجريد فور. مستر بقالي 5 ساعات برسم في حرف الدي، ليه مسحته؟ اهو انا بس ليه مسحته؟ اهو رجعه لك اهو. شكرا شكرا. أوكي. طيب يلا يا حنين، لازم ارقم الاول يا حنين صح؟ ده 1 ده. ايوه لازم نرقم عشان عارفين، عشان نعرف مين قصاد مين. وده وان يا مستر. مستر لو عايز تمسح حرف الدي امسح. ده وايد يا مستر. انا ما فهمتش بتاعت زياد قد كده. طيب بتاعت زياد عملها ازاي؟ كان عنده تو انجل، واحده ب 50 واحده ب 70 والثالثه مش موجوده. قال الثالثه دي اللي هتكملهم ل 180 ماشي. فقال 50 و70 كام؟ 120. طب عشان يبقوا 180 باقي لهم كام؟ اعمل 180 minus 120 اداني 60. ودي هنعملها في الكويشنز اللي بعد كده كمان شويه. ماشي كمان شويه. ايه يا مستر الحصه تبقى عليها 3 دقائق ولا 8 دقائق؟ معرفش. طب بسرعه عشان بقى نلحق نخلص البيج دي. شكرا يا مستر. مستر علي حالي حنين، ميجرمنت اوف انجل زد بكام؟ فين انجل زد؟ 2. مين اللي قصاد الناحية التانية؟ التو برضو بي. بي ممتاز. معلش يا مستر عاملة على شكل قلب. يبقى بي بكام؟ مستر في الصورة عمالة تكبر وتصغر تكبر وتصغر، هو في ايه؟ معلش. هيا يلا بسرعة يا حنين. لا ولا يهم. البي بكام؟ لا في حد مسح حرف ال واي. واي 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 ثانية. واي ايه؟ زد ايكوال بي يا حنين. ده 2 وده 2. ايوه حلابي. ايوه بكام درجة؟ عايزة كام درجة؟ ثانية. زد زد ثانية. حمزة ظبط دي، مصطفى رهف خليكوا جاهزين. مستر زد سيرتي. زد بسيرتي؟ مش زد دي اللي هي دي؟ فين بي؟ بي اهي العلامه دي معناها ايه؟ 90 رايت يعني 90. طيب حمزه انجل واي كام درجه؟ انجل واي يبقى دي كده ب 90 يا حمزه. لا كام درجه يا حمزه؟ دي 90 ودي 30، تبقى الواي بكام؟ 90 37. الاكس يا من الواي بكم؟ 90 و 30. انا اصلا مسالتي انا هتعملها زي زياد يا حمزه. 90 و 30 تشوف 60 يا مستر. 60 يا مستر. 60. برافو عليك حمزه، كمان فاهمها زي زياد. 90 و 30 120 minus 180 اديني 60. مصطفى انجل ايه بكام بسرعه؟ درش اكس اللي جنب ال ممتاز. طب الاكس بكام؟ اكس ب 30. ممتاز اكس ب 30 يبقى 30 ديجري. لما يحط لي العلامه دي معناها هو عايز يعرف بكام. ماشي رهف انجل سي، سي ده اللي هو كام؟
مستر. نعم. هو مش انا حللتها واي. واي ماشي، برافو عليك. سي نمبر 3، هي واي نمبر 3 بس بكام درجة بقى؟ الواي دي بكام؟ قلنا دي ب6، يبقى دي برضو كام؟ 6. ايه ده مستر، انا ما فهمتش حوار ال60 وال هو الثلاثة ترينجل لازم يكونوا كام يا رهف؟ 180 ماشي؟ واحد ب30 واحد ب90، يعني الاثنين ب100. مستر انا رسمت الكيو بايد ورسمت ماينس الـ6. يبقى 6 ماشي، مفيش هوم وورك. ماشي، تذاكروا المادة بكرة إن شاء الله. خلاص يا مستر، احنا عايزين هوم وورك. يحل انت اللي عايز يحل هوم وورك يحل، لكن المفروض وقت الامتحانات مفيش هوم وورك. لا انا عشان بكرة في اختبار ساينس. ماشي، اشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. في هنا خط مستر انا رسمت ريكتانجل والسكوير. ماشي، برافو عليك. ماشي، مع السلامة. يا مستر سيبني بس اكمل المربع. طب يلا. عملت لوحة، ايه رأيك؟ جميلة ما شاء الله.